السلام عليكم. المنظمة الدولية في اليمن، فصل آخر من فصول الازدواجية في المعايير والتعامل مع الحالة الإنسانية العامة في البلد، يقول كثيرون. تقارير المنظمة الدولية التي يقول عنها مهتمون إنها تخالف الوقائع على الأرض فيما يخص الوضع الإنساني في اليمن، سواء من حيث الإطار الجغرافي لعمل تلك المنظمات أو من حيث الوكلاء والممثلون لها في اليمن، فيما يقول العاملون فيها إن الأمر له علاقة بالتحامل من قبل أطراف تزعجهم تقارير المنظمات. ومن الواضح أن العنوان العام لتلك المنظمات يشير إلى أن عملها محصور في بعده الإنساني في مناطق النزاع وخارج نطاق الأبعاد والأهداف السياسية ومصالح أطراف الصراع، غير أن الواقع المنظور يقول إنه لا دلائل واقعية على هذه العناوين والأهداف الإنسانية. فما المعايير التي تتحرك المنظمات الدولية والمحلية على ضوئها في عمليات الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان؟ وهل تلتزم بالموضوعية في تقاريرها المرفوعة عن الحالة الإنسانية العامة في البلد؟ أم أننا نعيش مرحلة ازدواج المعايير والتناقض حتى على صعيد المنظمات الإنسانية؟ حول ذلك ستكون حلقة المساء لهذه الليلة. قبل أن نبدأ نتابع تقرير الزميل ياسين التميمي. الحرب برسم العون الإنساني هي الحرب التي تشنها منظمات دولية تعمل في مجال العون الإنساني في اليمن. لا تحمل أسلحة من حديد، لكنها تؤذي كثيرا عندما تتخلى عن مبدأ الحياد وتنخرط في مهمات لا نهاية لها، من تزوير الحقائق وتبرير الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها الميليشيا على اليمنيين منذ أكثر من عامين. حالة غياب كامل لمعظم المنظمات الإنسانية والإغاثية عن مسرح الأحداث في اليمن، إلا من شهادات غير نزيهة عن حجم الانتهاكات في محاولة مفضوحة للانتصار للقتلة ومجرمي الحرب. تعز أكثر المناطق عرضة لهذا النوع من التوظيف السيء للحياد الأممي، حيث يسجل دور معظم المنظمات الإغاثية قصورا فاضحا، وما تيسر من حضور لبعضها يصب في خانة إسناد ادعاءاتها التي تسوقها في دوائر صنع القرار في الغرب. البرلمان البريطاني استمع خلال الفترة القليلة الماضية لشهادة ممثلين عن منظمة إغاثية بريطانية تعمل في اليمن. جادلت تلك المنظمة في شهادتها الموثقة بأن تعز لا تتعرض للحصار وأن الأمر ليس سوى تضخيم إعلامي. وفي السياق ذاته عملت اليونيسيف طيلة الفترة الماضية بالحد الأدنى من طاقاتها في مدينة تعز المحاصرة، لكنها تسدد ضربات قوية للوضع الإنساني المزري في هذه المدينة عبر إفاداتها المستمرة التي لا تشوه الحقائق وتبقي وضعا إنسانيا صعبا كالذي تعيشه تعز على هامش الاهتمام العالمي. منذ اندلاع الحرب غابت المنظمات الدولية وخبرائها عن ميادين الأحداث في اليمن بدواعي الأمن الشخصي الذي تزداد حساسيته وفقا لمعايير هذه المنظمات، لكنها لم تكف عن توظيف وكلائها المحليين في إتمام مهمة التغطية على الانتهاكات والاصطفاف المباشر وغير المباشر إلى جانب الميليشيا الانقلابية بوسائل عديدة، يجري تبييض سمعة الميليشيا بصفتها المعتدي الأكبر على اليمنيين. يتم ذلك عبر التركيز على الهراوة التي أتت أصلا لردع القاتل، فالطائرات بنظر هذه المنظمات ووكلائها هي من يقتل، فيما يجري غض الطرف عن الآلاف الذين ماتوا بتأثير القصف المركز والعشوائي والحصار والتدمير الممنهج لمصادر الحياة. سقط الحياد بهذا القدر من السلوك المنحاز من قبل المنظمات الدولية للقتلة في اليمن، وحينما يسقط الحياد فإن شيئا سيئا قد تغير في المبدأ الأخلاقي نفسه للأمم المتحدة ومنظماتها. بداية الحلقة مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي عبر السكاي من ستوكهولم الأستاذ نبيل البيضاني، رئيس منظمة سام الحقوقية. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء الخير وشكرا للاستضافة. أهلا بك أستاذ نبيل. يعني إذا ما بدأنا بتقييم موضوعي للمنظمات سواء الدولية أو المحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان في اليمن، هل قامت بدورها المطلوب تجاه الانتهاكات من كافة الأطراف؟ حقيقة بشكل عام يعني المعضلة في المنظمات عامة في اليمن أنها تندرج تحت النفوذ الدولي والداخلي. المشكلة التي نعانيها قديما وحديثا أن المنظمات الدولية لا يوجد لديها الحيادية المطلوبة. أكثرية المنظمات أسست بدعم إما أن يكون مخفي عن طريق الأحزاب السياسية أو أصحاب النفوذ،
أو أن هنالك منظومات دولية وأيضا دول وتنظيمات ودعونا نقول جماعات بالإضافة إلى أصحاب النفوذ الخارجي أيضا هم من أسسوا هذه المنظومات وهم من يقوموا بدفع المبالغ لهم. في الاتجاه الآخر أيضا سنجد أنه أكثر الأشخاص العاملين في هذه المنظمات هم لا يملون مطلقا، لا يوجد من يحاسبهم ماليا من أين أتوا بأموالهم، لا يوجد هنالك قانون يتابع من أين لك هذا وكيف وفي أين يصرف. مجرد أنك تسمع باسم شخص واحد فجأة لديه منظمتين ثلاثة أربع ويدخل في أكثر من مشروع مع المنظمات الدولية ثم تظهر هذه المنظمات. حقيقة هذه هي المشكلة الدائمة. إذا قلنا في الاتجاه الآخر أيضا الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية الداخلية ساهمت أيضا في كسر أو دعونا نقول تهشيم، كما هذا المصطلح الموجود الآن، تهشيم أيضا المنظمات المجتمع المدني. ليست المشكلة فقط في مجتمعات الحقوق في منظمات الحقوق، وإنما أيضا في الإغاثة هنالك كثير من الفساد المالي والإداري، هنالك جزء من الاستخدامات المناطقية، هنالك استخدامات حتى سلالية أسرية موجودة يعني أيضاً تقصد هذه المنظمات. لو وضحت لنا أكثر مصطلح تهشيم المجتمع المدني، يعني فصل لنا أكثر بهذا الخصوص أستاذ نبيل. أنا أعتقد أن هنالك بعد محاولة قدر المستطاع دعونا نقول تشبيك المجتمع، يعني لا يوجد هنالك مقدرة أو هنالك هدف لإيصال خدمات للناس، هنالك إرادة حقيقية لدى أصحاب المنظومات لتحقيق دعونا نقول أهداف شخصية. يعني ما زال إلى حتى اللحظة نسمع عن في المجتمع اليمني ما زالت المنظمات لا تعمل مطلقا لخدمة المواطن، هنالك منظمات إلى الآن يحاول أصحابها قدر المستطاع أن يتحدثوا بلغة الخارج. نحن نرى الآن في أوروبا وأمريكا ونرى الآن لدينا في كل الأماكن من يسمع أن يتحدث الآن ليس عن يحاول أن يطمس الحقائق على الأرض يغير ما هذا الذي شهدناه الآن في التقرير في مسألة مثلا ما حصل في بريطانيا. ليست هنالك أيضا أشخاص هنا يعملوا على تشويه هذه الفكرة، هنالك قدر المستطاع نسمع الآن في هذه الأيام من يتحدث عن زواج الصغيرات، من يتحدث عن المرأة وحقوقها يعني وينسى أن هنالك حرب. يعني هل تطرح هذه المنظمات أو يعني تنفذ أهداف وأجندة سياسية، أفهم من كلامك أستاذ نبيل، بخصوص من يدعمها أو لصالح من يدعمها؟ أنا لا أحبذ هذا المصطلح لأنه لا يوجد هنالك أجندة حقيقية يقوم فيها هؤلاء. هؤلاء عبارة عن كروت يبحثوا عن رزق ويأكلوا لقمتين ثم يتجهوا إلى مكان آخر. الكثير حتى اللحظة ستجدهم لا يعملون مطلقا، ليس لديهم الكفاية الشخصية الحقيقية لبناء المنظومة. المنظمة إما دخلت في مشاريع محددة تحت منظمات خارجية ويجب أن تتحدث وفق عقلية الخارج. سأعطيك على سبيل المثال الآن في الواقع اليمني لا يوجد من يتحدث عن طائرة الدرون، لا يوجد من يتحدث الآن عن أن هنالك من يقتل ويقصف الآن في داخل مناطق في البيضاء للأمريكان. لا يوجد مطلقا، هذه المنظمات لا تستطيع مطلقا أن تتحدث عن هذا الموضوع. حتى لو تحدثت عليه ستتحدث عليه بطريقة هامشية ولا يمكن أبدا. الآن في الواقع مثلا الغرب يتجه إلى ناحية التضاد مع السعودية والإقليم، يعني الآن مثلا التحالف هنالك في تضاد أمريكي مع التحالف، يقرأها الآن أصحاب المنظمات فيقوموا ينتجوا تقارير وينتجوا ما يخدم المجتمع الدولي خارجا في مسألة سياسية، يعني لا يوجد هنالك حتى نزاهة. طيب دعنا نشرك في الحوار الأستاذ عبد الرشيد الفقيه المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة ينضم إلينا الآن. مساء الخير أستاذ عبد الرشيد. مساء النور عزيز. أهلا بك أستاذ عبد الرشيد. بداية هل حدثتنا أكثر عن طبيعة عمل منظمات المجتمع المدني بداخل اليمن، خاصة منظمة مواطنة، وكذلك الإطار الجغرافي الذي تعمل فيه؟ أولا أنا سجلت تحفظي على التقرير الذي ورد، هو تقرير غير مهني وغير موضوعي، تقرير يوتر صوت أحد أطراف الحرب تجاه المنظمات، تقرير تحريضي. وأنا أستغرب أنه يصدر هذا من قناة بلقيس، أعرف أن عملها، وأنا أستجيب لاتصالات قناة بلقيس بثقتي بالفريق الذي يعمل فيها وأنه يقدم مادة محايدة. تقديم مادة بهذا التحريض على المنظمات العاملة التي بقت للعمل مع اليمنيين، المنظمات الدولية اللي بقت للعمل مع اليمنيين في ظرف الحرب، في هذا الظرف الحساس، تقديم تقرير تحريضي يتبنى خطاب حربي
خطاب احد اطراف الحرب هذا امر مزعج. نعم استاذ عبد الرشيد، طيب هذه وجهه نظرك. الان هناك يعني طرح التقرير وجهه نظر اخرى، دعنا ندخل في اكثر في الحديث عن الاطار الموضوعي بداخل او اطار الحيز الجغرافي الذي تقوم بتغطيته منظمه مواطنه، وكذلك عن يعني اهداف وطبيعه العمل بالنسبه للمنظمه في دقيقه. اولا نحن في منظمه مواطنه نعمل في كامل المناطق الجمهوريه اليمنيه، في كل المحافظات نعمل على رصد توثيق انتهاكات حقوق الانسان من قبل مختلف الاطراف. نعمل على ابحاث ميدانيه معمقه حول الانتهاكات في ظرف صعب للغايه، فجاه نشبت حرب في اليمن لم تستثنى فيها غالبيه المناطق اليمنيه التهمتها نيران الحرب، وهو صعب ومعقد للغاية ويحتاج لعمل دقيق وجهد مضاعف عن الظرف الطبيعي. كثير من المنظمات أغرقت بفعل ميليشيا الحوثي، اقتحمتها ميليشيا الحوثي، أو كثير من المنظمات أيضا بادرت بالإغلاق الاختياري تحت ضغط وضع الحرب، تحت ضغط تهديدات، تحت ضغط أيضا إمكانيات. بقت فقط بعض المنظمات العاملة في مختلف الجوانب، كل منظمة جانب محدد تعمل فيه. هناك المنظمات الإغاثية، هناك المنظمات الحقوقية اللي بحثية، هناك المنظمات التي تقوم بتقديم خدمات مباشرة مثل الخدمات الطبية ومثل الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود، أو المنظمات اللي تقدم أغذية ومساعدات للكثير من النازحين والمناطق. تختلف وظائف المنظمات من منطقة أخرى، أيضا تختلف الصعوبات التي تواجهها المنظمات من منطقة أخرى. هناك سهولة للوصول إلى مناطق، وهناك صعوبة وتعقيدات مفتعلة وقيود مفروضة على عمل المنظمات في مناطق وبحسب المنطقة. أيضا هناك مناطق لا تشهد صعوبة يكون فيها سهولة الوصول. طيب هناك من يتساءل أستاذ عبد الرشيد، يعني هل تصل منظمة مواطنة مثلا إلى المناطق التي يطالها قصف التحالف، ولا تصل إلى المناطق التي يطالها قصف ميليشيات الحوثي مثلا؟ أولا هذه ادعاء الطرف. نحن نعمل في 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 كل المناطق، نعمل في تعز. لدينا أكبر فريق لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان هو يعمل في تعز، ولدينا تقرير شامل حول تعز يوثق انتهاكات حقوق الإنسان طيلة سنة من الحرب، وهو نعمل على إصداره قريبا. لدينا ما الذي سيصدر قريبا استاذ عبد الرشيد؟ لدينا تقرير حول الانتهاكات اللي شهدتها تعز من مارس الماضي، من مارس 2015. لم يصدر بعد؟ نعم لم يصدر بعد بسبب تعقيدات فنيه وموضوعيه وميدانيه طويله. العمل على اشتباكات مباشره ياخذ وقت اطول. هذا امر معروف بالنسبه لاليات المنظمه. نحن نعمل. طيب الان هناك فيلم انتجته منظمه مواطنه استاذ عبد الرشيد، هو من افراح الى مآتم، وهناك ايضا تقرير خاص بالغارات العمياء التي قامت بها او غارات بقياده التحالف العربي بقياده السعوديه، هاجم التقرير هذه الغارات العمياء في على الرغم من ان يعني تدخل ميليشيا الحوثي او انقلابها على الشرعيه كان منذ سبتمبر من العام 2014، بينما بدايه التحالف العربي كانت منذ يعني مارس من العام التالي، وهناك فتره كبيره كانت هناك انتهاكات كثيره لحقوق الانسان كما يقول كثيرون، لربما تم الغض الطرف عنها. لكن في لقطة لربما يشاهدها المشاهدين الكرام من فيلم الذي قمتم بإنتاجه من أفراح إلى مآتم، في بداية عرض هذا الفيلم كان الحديث على أن القصف طال عددا كبيرا من المناطق، منها أهداف مدنية، وتسبب بقتل وجرح آلاف المدنيين. لا أعلم إن كان المخرج يظهر هذه اللقطة من الفيلم للسادة المشاهدين. إذن هذه اللقطة منذ ذلك الحين شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية آلاف الضربات الجوية في اليمن، طلع عدد كبير منها أهدافا مدنية وتسببت بقتل وجرح آلاف المدنيين. بينما في التقرير في نهاية التقرير يتم الحديث عن مئات الحالات الفردية، يعني هناك آلاف ومن ثم هناك مئات، كيف يمكن قراءة ذلك أستاذ عبد الرشيد؟ اولا في الرقم الذي حددناه في الفيلم هو يتحدث بالنسبه ل 800 قتيل مدني، هو ما توثقته منظمات مواطنه لحقوق الانسان. لكن لدينا ايضا توثيق لمنظمات زميله
مثل منظمة الأمم المتحدة أو منظمة هيومن رايتس. طيب هذا جاء في الفيلم الذي أنتم أنتجتموه. نعم نعم، هناك أولا إشارة لسياق عام حول الضربات، وهناك إشارة لما وثقته. هذا اتهام وليس إشارة أستاذ عبد الرشيد. أنا هذه وقائع موجودة موثقة. إذا أنتم وثقتم آلاف العمل، يعني آلاف حالة القتل من المدنيين؟ نعم نعم، هناك توثيق من قبل التحالف العربي؟ نعم نعم، هذه موجودة لدينا بالأسماء والأعمار والأماكن والمناطق والهجمات والتواريخ وكل هذا. هذه إشارة طبيعية بموجب آليات العمل التي نعمل عليها. هي يعني وثقنا القتلى الذي لدينا والمنظمات الدولية الأخرى التي لدينا هذا كله، وهو موثق بالأسماء والأعمار والتواريخ وأماكن الهجمات وما إلى ذلك. طيب ماذا عن يعني الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثي في تعز وسقوط الكثير من القتلى؟ لم يذكر الكثير من او لم تذكر الكثير من الارقام بهذا الخصوص، على الرغم من مثل ما تحدثنا هناك يعني مساحه زمنيه كبيره كانت في هذه الانتهاكات. لا يمكن انكار الوضع المأساوي لتعز. بخصوص اشارتك الاولى في سؤالك الاول، لو دخلت صفحة موقع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان واطلعت على تقارير المنظمة، لدينا عمل على انتهاكات جماعة الحوثي من قبل دخولها إلى صنعاء، من قبل اقتحامها لصنعاء وأثناء اقتحامها لصنعاء وطولة الفترة الماضية حول كافة انتهاكاتها. لدينا تقرير حول انتهاكاتها للحرية الصحفية اسمه عهد أسود في سلطة الحوثي، عهد أسود في تاريخ الصحافة اليمنية. هذا التقرير يسلط الضوء على نمط انتهاكات حق الحرية الصحفية. لدينا تقرير ليس هنا عن وقائع الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري تحت سلطة جماعة الحوثي للمواطنين اليمنيين، وهو تقرير بمعايير دولية موجود على موقع. هناك من يتحدث أستاذ عبد الرشيد على أن يعني هذه بمثابة ذرة مد على العيون كما يقولون، خاصة أن الفيلم الوحيد الذي أنتجته منظمة مواطنة يعنى ب يعني غارات التحالف العربي، ولم تنتج أفلاما عن الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات الحوثي. أولا من قال أن هذا الفيلم الوحيد؟ هو الفيلم الأول لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، ونعمل على أفلام لدينا. هو الفيلم الأول وليس الفيلم الوحيد. الأول بدأنا هو الفيلم الأول لمنظمة مواطنة وليس الفيلم الوحيد. نعمل على أفلام ونشتغل عليها. لدينا فيلم قادم عن تعز، لدينا فيلم عن وقائع التعذيب في سجون جماعة الحوثي، لدينا عدة أفلام نعمل عليها، وهي سيتم إطلاقها فور انتهاء العمل الفني. إذن هو الوحيد إلى حد الآن. إذن طيب هل يعني هذه الأفلام القادمة ستفضح جرائم الميليشيا في تعز؟ نعم، هو بالتأكيد ستفضح انتهاكات سواء جماعة الحوثي أو بقية الأطراف في تعز. هناك حرب بين أطراف مسلحة في تعز. سيكون للوقائع والشهادات التي جمعناها والتحليل القانوني لها هي من ستحدد مسؤولية الانتهاكات بشكل دقيق وتفصيلي. نحن نؤكد فقط، عملنا ليس إحصائي، ليس وظيفة العمل الحقوقي تقديم إحصاءات حول الانتهاكات. وظيفتنا وعملنا وفق المعايير الدولية التركيز على نمط الانتهاك. حينما نقول أن 800 مدني قتلتهم طائرة التحالف، فهذا ليس الرقم الكلي للقتلى. حينما نقول أن جماعة الحوثي اعتقلت 100 معتقل، فهذا ليس الرقم الكلي للمعتقلين. نحن نركز على ما نوثقه من نمط بآلية دولية. لدينا آلية دولية نعمل عليها بحيث يكون عملنا مؤثر على الفاعلين الدوليين من مصلحة الضحايا. طيب كما قلت قبل قليل أستاذ عبد الرشيد أنت أن يعني تتحدثون عن معتقلين لدى ميليشيات الحوثي، بينما تتحدثون عن قتلى من قبل التحالف العربي. ماذا عن القتلى من قبل جماعة الحوثي؟ نعمل على هذا. تقارنا قيد الإعداد في خصوص تعز، وهو عمل طويل، عمل أكبر فريق لدينا في المنظمة عمل على الوضع في تعز. وسيصدر التقرير بما وثقناه من انتهاكات لقواعد القانون الإنساني الدولي. لا يمكن يعني الإتيان بعمل للمنظمة دون سياق، دون أيضا النظر لبقية أعمال المنظمة. طيب ما هي الأسباب التي يعني أخرت هذه التقارير حتى اللحظة؟ دائما النزاع الدولي العمل عليها أصعب.
عملنا كباحثين سابقا وصدر تقرير عن منظمة العفو الدولية، أنا عملت عليه كباحث على تعز، صدر أيضا في يوليو 2015. العمل على النزاع الداخلي يأخذ وقتا أصعب، التحليل القانوني يأخذ أصعب، التحليل السلاح وتحليل مختلف التفاصيل لمعرفة المنتهك وتحديده بدقة وفق المعايير الدولية من أجل يكون عمل مؤثر يأخذ وقتا أطول. الهجمات الجوية تحليلها القانوني أسهل لأنها غالبا هناك طرف مهاجم يطال أهداف مدنية بسهولة، لكن الاشتباك وسط مدن مثل عدن وتعز ولاحق والضالع بالتأكيد يأخذ وقت أطول العمل. طيب يعني أيضا أستاذ عبد الرشيد، يعني في تعز هناك طرف مهاجم يعني يشن قصف على المدنيين في تعز في مختلف المناطق، وأيضا من السهولة التحقق من ذلك. يعني ليس من السهولة التحقق من ذلك، هناك اشتباك لدى طرفين، خاصة أن أكثر فريق متواجد معكم هو في تعز كما تفضلت. نعم، الوضع معقد جدا في تعز، وتحليل البيانات، ونحن ننتج وثيقة قانونية، لسنا وسيلة إعلامية تنتج خبر عاجل حول الانتهاكات. نحن منظمة حقوقية تجري تحقيقات وأبحاث معمقة من أجل إصدار وثيقة قانونية تؤثر إيجابا لصالح الضحايا. لسنا جهة إخبارية، نصدر أخبار عاجلة. نحن نعمل على وثيقة قانونية تخدم الضحايا، تعمل لصالح الضحايا في هذه المدينة، وهو أمر أخذ منا الجهد الكبير طيلة الفترة الماضية، ومسودة التقرير قيد المراجعة القانونية، لدينا خبراء قانون دولي، لدينا خبراء، ونعمل حاليا على تحليل البيانات وبناء الوثيقة بشكل سليم يخدم الضحايا بغض النظر عن المنتهك الذي نوثق انتهاكاته في الميدان. إذن المدير التنفيذي لمنظمة مواطنة الأستاذ عبد الرشيد الفقيه، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ نبيل البيضاني معنا عبر السكايب من ستوكهولم. أستاذ نبيل، أريد منك تعقيب على ما تفضل به الأستاذ عبد الرشيد الفقيه، خاصة فيما يتعلق بأن يعني غارات التحالف يمكن يعني التحقق منها وإصدار تقارير عنها كما يبدو بشكل أسرع من قصف المدنيين في تعز كما لاحظ. أنا حقيقة أختلف تماما مع الأخ عبد الرقيب، لكن أريد أن أنبه أيضا له بأنه تقريرهم كان عبارة عن منتج يبحث عن سوق في هذه الوقت. الآن الغرب كله يتحدث عن التحالف، يتحدث عن الغارات الدولية، وهم بالتالي أنت أخرجوا تقرير لكي يظهروا أنهم يعملوا، لكن هذا التقرير حقيقة أنا لا أتحدث مطلقا عن مخرجاته، لكني أتحدث على مقارنته مع التقرير الآخر اللي هو ليسوا هاهن. لو لاحظ أي شخص يدخل الآن إلى موقع المنظمة سيجد أن التقرير كاملا للغارات الجوية للتحالف مترجم على الموقع، لكن في الاتجاه الآخر أيضا نفس التقرير الآخر ليس هنا عن المخطوفين وكذا ليس مترجما مطلقا باللغة الإنجليزية. أنا أعتقد أن هنالك مشكلة، لا أقول تحيز، ولكن أعتقد أنهم، دعونا نقول أنها ضغوطات، نحن نفسرها بهذه الـ دعونا بالقلب الأبيض، بأن هنالك ضغوطات حقيقية عليهم لأنهم يعملوا وسط الحوثيين، وخصوصا أنه حقيقة نلاحظ أنه لم يفرجوا حتى اللحظة عن جواز الأخ عبد الرقيب، وأعتقد عبد الرشيد عفوا الجواز الأخ عبد الرشيد، وأيضا هنالك مشكلة بأنه لو كانت الحملة التي قام فيها على الجواز والمنظمات التي قامت بالحملة هذه على جوازه قامت بنفس الحملة على المعتقلين والمخطوفين لكان هنالك تحرك حقيقي للحوثيين. أنا حقيقة أنا لا أتهم مطلقا المنظمة، لكني أقول بأنها لم تكن محايدة 100%، تعرضت للضغوطات وفسرها كضغوطات، لكنها أيضا الطاقم الذي يعمل في المنظمة يجب أن يراجع نفسه، وهو من الهاشمية السياسية. أنا هنا لا أقول إلا أنه أيضا علامات استفهام لماذا هذه المنظمة استطاعت أن تخرج هذا التقرير المحترف تمام، يتحدث عن آلاف الضحايا كما أسلف، يعني أن هنالك آلاف من العمال والراصدين والاحترافيين في داخل، ولديهم أيضا رأس مال كبير جدا حتى يتحركوا، ولديهم مساحة أيضا حرة في أنهم يقوموا بالرصد بكل حرية. هذه التساؤلات يجب أن يجيب عليها. أنا أتمنى في أي موقف آخر أن يبحث عن إجابات ليقنعنا فيها، لكن عندما يتحدث عن ليسوا هنا، أنا لا أعرف من هم ليسوا هنا. لو أتيت إلى واحد قلت له ما معنى تقرير ليسوا هنا، بيقول لك ما هو هذا التقرير،
كثير، ليس هنا وكأنه لا يوجد هنالك لدينا جاني، لا يوجد لدينا هنالك منتهك، إنما المسألة مطاطة جدا، يفهمها الناس أنهم ليسوا هنا. الحقيقة التقزيم لعدد الأشخاص إلى مئات أو عشرات دعونا نقول في ليسوا هنا، هذا ظلم. وحقيقة لو تواصلوا حتى عن طريق النت مع الضحايا وأهلهم، والله لأصدروا أرقام بالآلاف وبكل سهولة. أنا أتمنى حقيقة أن يكون هنالك قليل من الموضوعية، وإن لم يستطيعوا أن يخرجوا تقرير فعليهم ألا يخرجوا. كنت أتمنى ألا يخرجوا التقرير ليسوا هنا، كان عليهم فقط أن يفكروا في الضحايا تبع القوات التحالف والغارات الجوية، وألا يدخلوا في مسألة ليسوا هنا حتى يعطوا تبرير للحوثيين بأنهم. أنا أخاف الآن حقيقة من تقريرهم القادم من تعز الذي قد يحول المقاومة إلى جريمة وإلى انتهاكات. أنا حقيقة أتمنى أن يراجعوا أنفسهم خصوصا قيميا، وأن يحاولوا المرة الأخرى أن يبتجوا تقرير واقعي أكثر، وخصوصا على مسألة مقاومة الحوثيين. نعم، إذا أستاذ نبيل يعني تفضلوا السادة المشاهدين بالبقاء معنا، سنذهب إلى فاصل قصير، بعده نواصل النقاش حول في هذه الحلقة، ابقوا معنا مشاهدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستأنف الحوار مع الأستاذ نبيل البيضاني. أستاذ نبيل، إذا ما تحدثنا أكثر حول مكامن الخلل في أداء المنظمات الدولية ووكلائها مثلا في اليمن وكذلك المنظمات المحلية، أين تكمن هذه النقاط؟ هل في الرصد أم التقارير المرفوعة؟ حقيقة هي ليست عملية إجرائية، كما قلت أنه تدخل النفوذ الدولي ومحاولة مراضاة هذا النفوذ هي الذي توقف المصداقية أو تجعلنا أن نراجع المصداقية لهذه التقارير. نحن الآن أمام حقيقة تقارير تخدم أصحاب الصراع، يعني مطلقا أنا سأتكلم هنا كحقوق عن الحقوق بشكل عام، يجب أن يضمن فيه الضحايا قدر من الإنصاف حتى مستقبلا ولو حتى تاريخيا. يجب أن يكون هنالك رصد حقيقي قيمي. أنا حقيقة أستغرب ممن يحاول، نحن نتعرض جميعنا إلى ضغوط، نتعرض جميعنا إلى إفلاس مؤسسي أحيانا فقط لإرضاء أصحاب الصراع، لكنه يجب علينا على الأقل أن نصمت ونصدر تقاريرنا حتى بعد الأحداث، لكن أن نصدر تقارير عبارة عن ترضية لأصحاب الصراع وتغيير الحقائق، هذه هي المشكلة. هل تطرح أن هناك تضليل يمارس على الرأي العام بهذه التقارير؟ أخي ليس تضليلا، هو حقيقة كما يقال، يعني أنا أشوفه يعني بصراحة العبارة باللغة العامية هي لقمة عيش. كثير من الأشخاص يبحث عن لقمة عيش وعندما يأخذها لا يهتم مطلقا بما يجرى، كالإعلامي المرتزق، كالسياسي المنتفع. هذه جميعا نحن نعاني اليمن حقيقة من فساد إداري وفساد مالي بشكل رهيب جدا. لو سألنا الجميع من أين لك هذا ووضعنا لهم شروط أخلاقية ومتابعات حقيقية على الأموال، لما استطاع مطلقا أحد أن يستلم ريال واحد من الخارج إلا لو كان بشكل معروف وواضح. لكن عندما تكون منظمة عبارة عن بيت صغير ولديها مئات الألوف من الدولارات وتقوم بعمليات كبيرة جدا من المشاريع، وفي الأخير لا نسأل صاحب المؤسسة أو المنظمة ولا حتى أخلاقيا عن ما يفعله، فهذه حقيقة يجب أن نراجعها. في الاتجاه الآخر وهو الأهم، هنالك البعد السياسي الحزبي الذي أفسد حقيقة المؤسسات المجتمع المدني. نلاحظ الآن التدخل الحزبي دائما والعملية السياسية دائما، حتى علينا نحن كمنظومات مجتمع مدني، نحن إلى الآن نتحدث في السياسة ولا نتحدث أبدا عن معاناة الناس. طيب، وهذا هو المطلوب. يعني هناك من يطرح أن الحصار الذي يفرض على تعز له تهميش كبير من داخل منظمات المجتمع المدني، ما هي الأسباب التي، يعني لربما هناك من يطرح أنه لم يقدم أي تقرير كامل حول هذه الحالة على الرغم من استمرارها لفترة طويلة، ما هو السبب؟ سأعطيك على سبيل المثال، لدينا تقرير الآن سنصدره في هذه الأيام عن معبر الدحي، يعني حتى الآن لا يوجد كما يقول لم نستطع أن نوجد أي أحد يمولنا، التمويل كله عبارة عن شخصي، الأشخاص الذي في داخل المدن
عليهم القصف الحقوقيين هم الذي يعملوا في هذا الموضوع بصفر، بقيمة صفرية. ما حقيقة الداعم دائما يريد شيء، يعني الخارج الآن، نحن في أوروبا الآن وأمريكا نسمع هنالك ضغط ومحاولات استخدام قدر المستطاع لسجل حقوق الإنسان السعودي، وقدر المستطاع أنهم يحاولوا أن يستخدموا الغارات الجوية. لو أي شخص الآن في اليمن قام عمل منظمة وصلح مشروع وأرسله إلى هنا حتى بالبريد، سيدخل هذا التقرير إلى داخل منظومة الأمم المتحدة. بينما لو كان هنالك حتى أي حقوقيين في هذه المناطق تحدث بكل حيادية عن ما يفعله الحوثيين، لا يوجد الآن مستهلك غربي. المستهلك الغربي يريد السعودية، يبحث عن هذا الصراع. لذلك حقيقة لا نجد مطلقا من يدعم أي تقارير حيادية بعيدة عن 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 الانتهاز السياسي. طيب، هل أفهم من كلامك أستاذ نبيل أن يعني خيوط المنظمات لا زالت بيد الدول الكبرى الممولين، وليست هناك مساحة للعمل الحيادي الموضوعي؟ أخي، بصحيح العبارة، إذا وجدت عمل حيادي موضوعي لن يأكل عيش في داخل اليمن، هذه حقيقة. يعني للأسف يتجه الكثير من الذي يعملون داخل، خصوصا في داخل اليمن، يتجه إلى مراضات الخارج والنفوذ الدولي، إما مراضات الإقليم عن طريق السعودية والتحالف، وإما مراضات الحوثيين والمجتمع الدولي الذي يدعم الحوثيين أو المجتمع، خصوصا أنا أقصد فيها الأمريكان ومؤسسات ومنظمات الدولية التابعة لها. لذلك حقيقة لن يكون هنالك حياد إلا بمقدار، دعونا نقول بمقدار المصداقية التي ممكن أن يظهرها أي تقرير أو الأشخاص العاملين في هذا التقرير. أنا حقيقة أتمنى من الجميع أن يجعل حقوق الإنسان بعيدة عن العملية السياسية، وقدر المستطاع أن نتكلم بدون محاباة أو مجاملة لأي طرف سياسي، ونتمنى أنه يحصل. طيب، في هذه الحالة يطرح السؤال عن ما هي المعايير التي تتحرك فيها المنظمات الدولية أو تتحرك على ضوئها في عمليات الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق الإنسان، يعني أو ما الذي مفترض أن تتحرك وفقا له؟ هو حقيقة في هنالك معايير جدا مضبوطة في تحت منظمات الأمم المتحدة حتى والعاملة معها وذات علاقة بها، لكن المشكلة دائما تكون في داخل البلدان والاستخدام السياسي حتى داخل منظومة الأمم المتحدة. يعني لا تستطيع مطلقا الآن في تقارير الأمم المتحدة أن تجد بعد إنساني 100%، ستجد هنالك بعد سياسي. في منظومات الأمم المتحدة دائما عملية المراجعة والتحديث وعملية متابعة الفساد المالي والإداري وعملية المحافظة على حقوق، هذه موجودة، لكن في المستوى المحلي لا يوجد مراجعة مثلا عن 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 مقدرة المؤسسات، لا يوجد مراجعة عن التقارير، لا يوجد مراجعة حتى دعونا نقول في مسألة مصداقية هذه التقارير. يعني نجد تقارير من يتحدث في اتجاه، يعني أنا لا أتحدث هنا عن تقارير واضحة السلوك، يعني ضد الغارات ضد الغارات لا يوجد معي مشكلة، لكن أنا أتكلم على التقارير التي تمسح الدماء وتحاول أن توهم الخارج بأنه لا يوجد هنالك. يعني هناك مشكلة حقيقي في تحديد يعني صيغة العمل أو الاختصاص بداخل هذه المنظمات، عندما يعني مثلا لو كانت هناك منظمات تتحدث عن أن طبيعة عملها تختص بأخطاء التحالف العربي أو الضربات الخاطئة كان ذلك، لكن أن تتحدث بشكل عام وفي إطار لا يمكن العمل بظروف موضوعية وفقا لظروف الموجودة الآن، من الصعب ذلك أستاذ نبيل؟ هو من الصعب طبيعي، لأنه نتيجة أنه نزاع مسلح بين، لا أقول بين الدولة مسحوبة وأيضا بين ميليشيا. أنا هنا المسألة الأهم بأنه لا يوجد مراجعات قانونية على المكان، لا يوجد سلطة حقيقية في معرفة. يعني سأعطيك على سبيل المثال بكل وضوح، البي بي سي في تقريرها الإعلامي عندما ذهبت لليمن ووضعت واحد من الأشخاص يمر يقول لهم هذا هو من القاعدة وما أدري إيش، وتم بناء التقرير كاملا الإعلامي أنه القاعدة في اليمن عشان واحد مر وقال أنه من القاعدة. هل تتخيل هذه السذاجة الذي تؤخذ فيه كتقرير إعلامي بدون أي شواهد؟ هذا ما يحصل في العملية الحقوقية أيضا. طيب، هل تقترح أستاذ نبيل أن يعني توضع معايير للتحرك الميداني لأصحاب المنظمات أو من يقوم بعمل التقارير الميدانية بداخل اليمن، لمعايير للتحرك بداخلها أو شيء مشابه لذلك؟ المعايير حقيقة الدولية موجودة، إذا ذهبت حتى في مواقع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان موجودة المعايير في نزاهة التقارير، وأيضا حتى في آلية بناء التقرير لدى الحقوقي. لكن المشكلة الحقيقية
في قيمية الحقوق نفسه. الحقوق ما زال وهو يكتب التقرير، أنا حقيقة أجد 3/4 الناس تكتب التقرير بطريقة أنه يريد بعد سياسي آخر، يعني إرضاء أصحاب الصراع. لا يمكن مطلقا أن نرضي السعودية، ولا يمكن مطلقا أن نرضي الأمريكان، ولا الإيرانيين، ولا الحوثيين، ولا الإصلاحيين أو الاشتراكيين أو المشترك، لن نرضي أحد. هنالك منتهك يجب أن نتحدث عنه، هنالك ضحية يجب أن يحفظ حقوقه حتى تاريخيا. هذه هي المشكلة الأعمق. لكن حقيقة أكبر مشكلة ومعضلة لدينا الآن في اليمن هي الاستخدام السياسي لتقارير المنظمات الحقوقية، وأنا حقيقة أهم دعونا نقول كيف يمكن يعني كيف يحصل هذا الاستخدام أستاذ نبيل؟ سأعطي على سبيل المثال ما كنت سأتحدث عنه، هي الهاشمية السياسية الآن 3/4 دعونا نقول إلى 80-70% من المنظمات الدولية العاملة في اليمن هي تحت طائلة الهاشمية السياسية. الجميع السلالة موجودة، حتى من الأشخاص الذي لا يظهر اسمه ستجد أنه سلالي يحاول أن يخفي عن الآخرين. هؤلاء يعملوا بتغيير عقلية حتى الخارج. التقرير اللي تحدثتم فيه عن المنظمة هذه اللي ذهبت إلى داخل المجلس البريطاني ومحاولة تغيير حتى الحديث بأن هنالك لا يوجد مشكلة في تعز، لا يوجد مشكلة في عدن، هذا حقيقة مصيبة كبيرة جدا. نحن إلى الآن لم نستطع مطلقا أن نوضح أو نتحدث عنهم. هم موجودين الآن في المنظومات تبعنا، موجودين إلى الآن حتى في السفارات اليمنية. هؤلاء للأسف إن لم يتم تجريم عملهم فهم حتى مستقبلا سيكونوا أداة لفصيل آخر. إيران ستعود مرة أخرى، النفوذ لأي دولة قادمة هؤلاء. طيب كيف يمكن تجاوز هذه المسألة أستاذ نبيل، خاصة أن الوضع الإنساني لا يحتمل في اليمن يعني التأخر في عمليات الرصد والتوثيق؟ يعني إذا ما تحدثنا للمنظمات الدولية ستقول أن هناك حاجة لرصد هذه الانتهاكات، لكن هي تعمل عبر وكلاء محليين، إذن أين تكمن المشكلة بالضبط؟ كما قلت المشكلة الحقيقية بأن هنالك المعايير الدولية لا تصب مطلقا على الأرض، وعندما يأتي تقرير على الأرض ممكن بكل بساطة أن يقول كما سمعنا الآن من الأخ عبد الرشيد بأنه والله نحن لم نستطع أن نرصد إلا عشرات من لا ينبغي مطلقا أن تصدر تقرير موجود فيه آلاف من في السجون ثم أتكلم عن عشرات في داخل التقرير. يعني هنا كان مفترض المساءلة تأتي حتى من الخارج، الإعلام مفترض أن يضغط. أنا لا أعارض مطلقا، رغم أني أنا لا أعرض مطلقا تقرير يتحدث عن انتهاكات التحالف، هذا حق من حقوق أي متضرر داخل اليمن، لكني أتحدث حقيقة عن أي شخص عن أي شخص يتحدث عن تقرير خاص بضحايا الحوثيين يجب أن يوصله للخارج وباللغة الإنجليزية. لا تضع لي في موقعك مثلا باللغة الإنجليزية ما تريد أن توصله وبالعربي ما تريد أن تسمعه للآخرين، هذا لا ينبغي مطلقا. لدينا مشكلة الآن حقيقية داخل اليمن في أنه استخدام السياسة في داخل العمل الحقوقي وليس الحقوقي حتى الإغاثي. نحن لدينا سأعطي على سبيل المثال في سوريا حصل نفس الموضوع، استخدام الإغاثة في تصديرها في استخداماتها مع النظام ضد المواطنين المدنيين، عملية التجويع هذه حصلت أيضا في تعز، نفس الموضوع حصل في عدن، نفس الموضوع يحصل الآن في الحديدة، تصل المعونات والإغاثات كلها إلى الميليشيا ولأعضاها، يقوموا يشتروا ويبتاعوا فيها وبذلك يمتد أمل الصراع، يعني الأمد الصراع يمتد لأكثر مما نتوقع لأنهم يعتقدوا بأن هذه تجارة مربحة. الآن من نسمع مثلا عن بيت العماد وغيرهم من لديهم عماير ومن لديه سيارات ومن لديه، هذه حقيقة شيء مضحك يعني ومحزن في نفس الوقت. لذلك أنا أعتقد الصراع السياسي سيستمر، الصراع حتى العسكري وعلى الأرض. طيب سيستمر. هل تشاهد أستاذ نبيل أن هناك تحامل أيضا على المنظمات الدولية من وجهة نظر أخرى، خاصة أنها تعمل بما هو ممكن وما هو موجود، وفي نهاية الأمر هناك حاجة لرصد حالات الانتهاكات ومقاضاة الفاعلين ولو بعد حين؟ بلا نقاش أنا أقدر أن هنالك ضغوط، وأنا أقدر أيضا أن هنالك لا دولة، الدولة الآن لا تعيش غير موجودة، يعني حتى أنا لست 100% لا أعتقد بأن وزارة حقوق الإنسان تقوم بدورها، لكنها أيضا غير موجودة على الأرض ولا يوجد لديها يعني رأس مال حقيقي يمكن أن تقوم فيه. لكن مع ذلك كان الأوجب أن يتحدثوا عن القيمية المفقودة. يعني هنا مثلا حتى في أوروبا لا يمكن لك أن تقوم بعملية إصدار مؤسسة من دون أن يكون لديك كود أوف أثيكس اللي هو السلوك أو مدونة سلوك.
هذه مدونة سلوك تتابع عنها كحقوقي أيضا وكإعلامي، فكل مهنة لديها مدونة سلوك. للأسف مدونة السلوك اليمنية غير موجودة، أيضا لا يوجد هنالك بعد يعني السلوك حتى على الأرض لفهم التمييز بين حقوق الإنسان والإعلام. ما زلنا حتى اللحظة نتحدث بطريقة إعلامية، عدد الأشخاص 100 1000 200، هذا لا ينبغي مطلقا. إذا كانت هنالك سجلات حقيقة يعني واضحة للانتهاكات حقوق الإنسان، يجب أن تكون على معايير الأمم المتحدة، ويجب أيضا أن تكون لدى الراصد والحقوقي قيمية حقيقية في أنه يتحدث عن معاناة مواطن لا عن هدف سياسي لأي جهة. طيب فيما يتعلق في عمل المنظمات الدولية التي يعني تعمل عبر وكلاء، وفي غالب تقاريرها يظهر أن من يقوم بالرصد الميداني هم وكلاء لها وليست المنظمة بشكل خاص، هل تقترح أن على يعني بما أن من يعمل من الوكلاء لابد أن بشكل أو بآخر أن يحصل على ضغوط من داخل أو بداخل هذه بحكم الحرب الموجودة في البلاد، هل تقترح أن يعني يقوم برصد وتوثيق ممثلون غير يمنيين لهذه المنظمات يصلوا إلى اليمن ويقوموا بعمليات الرصد، هل ذلك سيرفع من موضوعية أو حيادية هذه التقارير؟ بالعكس، أنا أعتقد أنه لو تحدثنا عن هذا اللا يمني أن يأتي فمعناه أنه كل أصحاب النفوذ ممكن أن يشتروا، سامحوني لهذه التسمية المرتزقة، مليئين في العالم يستطيع أن يحضروا يكتبوا ما يريدوا أصحاب النفوذ يعطوه. الأهم هو اليمني أن يحس أن الآخر الذي يقتل سواء عن طريق غارات التحالف أو عن طريق الحوثيين وقوات صالح جميعهم مواطنين مدنيين يستحقوا أن يعيشوا بهناء وسلام. لا ينبغي مطلقا، أنا هنا لا أتكلم إلا بأصوات الفقراء والمساكين والمدنيين، الجميع يجب أن يوثق كل ما حصل في هذه الفترة، وأنا أعتقد أنه التاريخ لن ينسى. مستقبلا ستفتح هذه الملفات وسنراجع كل شيء. وأنا حقيقة أنظر أيضا لهؤلاء الموجودين الآن بين الحوثيين بعين الرأفة، ولا والله أنا حقيقة أستغرب كيف يصدر هذا التقرير. هو مشين في حق كثير من المؤسسات أنها تصدر دعونا نقول تمسيح للجريمة أو إخفاء للجريمة، هذا لا ينبغي مطلقا. على الأقل أخي أصدر تقريرك الذي تريده في خدمة الحوثيين، لكن لا تتحدث مطلقا عن الاتجاه الآخر الذي هو يتألم أيضا. يعني هناك الآن يعني عاملون على الأرض، هم لابد أن هناك ضغوطات كما تحدثت أنت سابقا من قبل الميليشيات الحوثية المتواجدة والأطراف المتنازعة بشكل عام. إذا ما تحدثنا على أن هذا سيؤثر بشكل أو بآخر على طبيعة الإنسان الذي يخاف في النهاية على نفسه، طبيعة الراصد الذي لربما يهدد من قبل الناس على الأرض، هل هذا يعني عبء إضافي على الراصدين بداخل الميدان للمنظمات المجتمع المدني برأيك أستاذ نبيل؟ بلا نقاش، في بنية تقارير الأمم المتحدة أحد أهم الشروط الذي يتم وضعها في التقرير أن يتحدث عن الراصدين وحالتهم في التضرر، في مسألة التضرر في رصدهم. هذا شيء مهم، وما افتقدناه أيضا في تقرير الغارات الجوية. أنا لا أقول إلا أنه حقيقة الراصدين بشكل عام نتحدث عن يعني حالات عامة وليس عن حالات فردية بحد ذاتها. بلا نقاش، أنا أتكلم الآن يعني في مناطق الصراع الآن كثير من الراصدين لا يستطيعوا حتى أن يوصلوا إلى بيتهم. أحد الراصدين في مؤسستنا مثلا يعمل في منطقة قلي، إلى الآن له أكثر من 7 أشهر لا يستطيع مطلقا أن يصل إلى بيته وأولاده. الراصدين يتعرضوا كثير من الضغوط، بل حتى دعونا نقول الحقوقيين المتواجدين الآن في الدول العربية عموما الآن يتعرضوا إلى ضغوط سياسية وضغوط أيضا نفسية من الآخرين، يعني تجعلهم والله حتى ضمائرهم يقول أوكي أنا لا أستطيع مطلقا أن أتحدث بهذا الصلف وبهذه الطريقة عن مسألة حقوق الإنسان وأتغاضى عن تقرير آخر. نعم، لذلك أنا حقيقة أقول قدر المستطاع مستقبلا ستفتح ملفات كثيرة وحالة الحقوق ستعيد تفتح هذه الملفات، لكن ما يجب علينا ألا نمسح جريمة. الجريمة لا يستطيع أحد مسحها مطلقا وستراجع مستقبلا من كل الجهات. رئيس منظمة سام الحقوقية الأستاذ نبيل البيضاني كنت معنا عبر السكايب من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك. في ختام هذه الحلقة يجدر الإشارة مشاهدينا إلى أنه كان من المفترض أن يكون معنا مسؤول التقارير الدولية في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الأستاذ يوسف أبو راس، وكذلك الناشطة الحقوقية حياة الذبحاني من تعز، لكن يبدو أنه لسوء شبكة الاتصالات تعذر التواصل معهم.
بكل الأحوال في ختام هذه الحلقة أشكر الضيوف الذين كانوا معنا، وأشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات بقية أفراد طاقم العمل الفني والتحريري. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.